السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا إلى الدرس الثاني من المحاضرة الثانية في دورتنا التدريبية مدخل إلى برنامج جيوجبرا وتطبيقاته في التعليم. سنتحدث في هذا اليوم عن كيفية رسم النقاط في النافذة الرسومية في برنامج جيوجبرا وبعض الإعدادات الخاصة بهذه النقاط. إذن وقبل الشروع في رسم النقاط وإنشاء النقاط في النافذة الرسومية لبرنامج جيوجبرا، لابد أن نتعرف على وظائف التبويب الأول، لأن عملنا سيكون تقريبا بشكل كامل على شريط الأدوات وهذه التبويبات التي تعطينا وظائف جاهزة. إذن هذا التبويب الأول له 3 وظائف أساسية. أول وظيفة هي تحريك النافذة الرسومية، الوظيفة الثانية هي رسم أشكال هندسية قريبة جدا من الشكل الذي نرسمه، فمثلا إذا رسمت هذا الشكل هو شكل قريب إلى قطع ناقص، فقام البرنامج آليا بإكمال الرسم إلى قطع ناقص. إذا أردت أن أرسم مضلعا ما، مثلا سيقوم البرنامج آليا بإكمال الرسم إلى مضلع. نجحت الآن. إذن البرنامج يقوم آليا بإكمال الرسم إلى الشكل الأقرب إلى الرسم الذي أرسمه بهذا القلم. الوظيفة الثالثة هي وظيفة القلم، حيث يظهر البرنامج أي شيء نريد كتابته بشكل حرفي. هذه تلزم أثناء التوضيحات للدروس، مثلا وهكذا. إذا هذا بالنسبة لوظائف التبويب الأول في التبويبات التي تظهر عند العمل على النافذة الرسومية. ننتقل الآن إلى التبويب الثاني، وهو الخاص في رسم أو برسم النقاط في مساحة العمل أو في النافذة الرسومية. نبدأ الآن بالضغط على تبويب النقاط. لدينا عدة خيارات، نقطة جديدة مثلا، وهي وظيفة تساعدنا على رسم نقطة جديدة في أي مساحة نختارها من واجهة العمل. فإذا أردنا أن نرسم أو نضع النقطة التي إحداثياتها 6 2، نقوم بالضغط في هذا المكان، فنجد أن النقطة ألف والتي سميت افتراضيا ألف إحداثياتها 6 و2. طبعا هذا الخطأ في الكتابة سببه أن البرنامج باللغة العربية، لو أننا وضعنا اللغة الإنجليزية لكانت الكتابة بشكل منظم أكثر. وهكذا نستطيع رسم أي نقاط جديدة نريدها عن طريق هذه الوظيفة. نلاحظ أن أي نقطة نرسمها مباشرة تكتب إحداثياتها في نافذة الأوامر كعناصر تم رسمها. أو تم تنفيذها. لدينا طريقة ثانية لرسم النقاط، وهي عن طريق كتابة إحداثيات النقطة في نافذة الأوامر. فإذا أردت أن أرسم النقطة التي إحداثياتها ناقص خمسة مثلا، نجد أن هذه النقطة مباشرة
رسمت هنا، فإحداثياتها ناقص خمسة ناقص خمسة. إذا تعرفنا على طريقتين لرسم النقاط، إما عن طريق هذه الوظيفة في هذا التوبيب بشكل مباشر نقطة جديدة، أو عن طريق كتابة إحداثيات النقطة في نافذة الأوامر. الآن لنتعرف على إعدادات خاصة بالنقاط. لدينا هنا إعدادات مباشرة نستطيع تنفيذها على النقاط، مثل تعديل لون النقطة، فبالضغط على النقطة مثلا واختيار لون محدد للنقطة، مثلا اخترنا النقطة د، اخترنا لونه أحمر، لنحول مثلا النقطة ب إلى اللون الأخضر بالضغط على النقطة ب، واختيار لون محدد أصبح لونها أخضر. نقطة ف نريد لونها مثلا رمادي. أيضا لدينا هنا إعدادات خاصة بتغيير شكل النقطة، فإذا أردت مثلا إشارة زائد أو نقطة ألف مثلا أريدها بشكل معين، النقطة واو أريد أن أغير شكلها بالضغط على النقطة واو واختيار شكل النقطة إشارة ضرب، وهكذا أستطيع اختيار الشكل الذي أريده. وأيضا حجم الرمز، تعديل حجم الرمز، فإذا أردت أن أكبر مثلا حجم النقطة ها بعد أن ضغطت على النجمة ها على هذا التوبيب، وأكبر الرمز أو أصغره بقدر ما أحتاج. أيضا هذا الإعداد خاص بتسمية النقاط، إما إخفاء الاسم أو التسمية من جديد، أي إظهار الاسم على النقطة، أو إظهار الاسم والقيمة أي الإحداثيات، أو القيمة مباشرة أو العنوان. لننفذ ذلك على نقطة جيم مثلا، هذه النقطة جيم بالضغط على نقطة جيم أريد أن أخفي النقطة جيم، أخفيت الاسم. طبعا خاصة هذه الإعدادات خاصة باسم النقطة، أخفينا، ضغط على الاسم أظهرته مرة ثانية. إذا أردت أن أظهر الاسم والقيمة أضغط إظهار الاسم والقيمة، نلاحظ أن النقطة جيم ظهر اسمها وقيمتها معا. أيضا أريد أن أظهر فقط القيمة، وإذا أردت أن أظهر العنوان وهو نفس الاسم. هذا فيما يخص النقاط المفردة في برنامج جبرا. أيضا لدي أستطيع أن أغير إعدادات النقاط من خلال الضغط على النقطة يسار بالزر اليميني الفأرة، فأجد أيضا لدي هنا مزيد من الخيارات. أستطيع إظهار العنصر أو إخفائه، أيضا إظهار التسمية أو إخفائها، ضغط على زر الفأرة اليميني إظهار التسمية. لدينا هنا آثار النقطة، بما أردت أن أحرك النقطة فتظهر لي آثار هذه النقطة هنا، إظهار الآثار. أيضا إعادة التسمية، إذا أردت أن أعيد تسمية النقطة نسميها نقطة شين مثلا من إعادة التسمية، إذا أردت أن أمسح النقطة مسح،
أيضا لدينا إعدادات أوسع خاصة بالنقاط، إعدادات أساسية مثل اسم النقطة، أيضا أستطيع أن أغير اسم النقطة من هنا، إحداثيات النقطة، سأغير نقطة إلى النقطة A، سأغير إحداثياتها من ناقص 5 إلى ناقص 4، ناقص 4 مثلا. إذا أردت أن أظهر تعليق أو إظهار الآثار، أيضا إظهار الآثار إذا حركت النقطة تظهر آثار التحريك أو الأثر الذي تتركه النقطة على مسارها فيما لو حركتها. أيضا الإظهار وإظهار الاسم أو الاسم والقيمة، القيمة أو العنوان. إذا أردنا تثبيت النقطة عنصر ثابت، لدينا هنا اختيار اللون، النمط والحجم، هذه أخذناها في الإعدادات المباشرة من هنا قبل قليل. أيضا لدينا هنا خيارات متقدمة، وهنا اختيار إحداثيات النقطة، ومثلا لدينا هنا إحداثيات ديكارتية، فإذا أردت أن أختار إحداثيات قطبية فنجد أن النقطة A ظهرت لها الإحداثيات القطبية. هنا نصف القطر وهنا الزاوية. أيضا إحداثيات كروية، نعيد الإحداثيات إلى إحداثيات الديكارتية. هذا فيما يخص رسم النقاط والإعدادات التي يمكن أن أعدلها على النقاط في برنامج جيو جيبرا. الآن لنمسح. أيضا هنا يمكننا أن نعدل على إعدادات النقاط من هنا بالضغط على هذه الأزرار واختيار من الإعدادات، تفتح لنا نفس الإعدادات هذه، نقوم بمسح النقاط.